السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتنا المتواضعة ديزي كوميونيتي، وإن شاء الله تكونوا على أتم الصحة والعافية. سنة 2017 والتي تعد حاليا من أفضل السنوات في مجال الألعاب، خاصة في مجال ألعاب الرعب. لذلك أحبابي المتابعين، وكما طلبتم أتينا لكم اليوم بأكثر 8 ألعاب مرعبة لسنة 2017. قبل ما نبدأ هذا الفيديو، أحببت مشاركة معكم أحد القنوات العربية الصاعدة والمميزة في مجال التقنية والألعاب، وأطلب منك عزيزي المتابع فضلا وليس أمرا الاشتراك في قناة حمزة تك، والتي بدورها راح تأخذكم في رحلة استثنائية عنوانها التقنية والألعاب. فمضمون القناة هي مراجعة الأجهزة والشروحات والانطباعات عن الألعاب، وكذلك سلسلة التوب 5 والتوب 10 بأسلوب راق جدا، وهي حاليا منافس قوي جدا لقناتنا. فإذا لم تصدقني عزيزي المتابع، ادخل إلى رابط القناة اللي راح تلقاه في الوصف أسفل هذا الفيديو وكذلك في على الشاشة. فكما قلت، ادخل إلى هذه القناة واحكم عليها بنفسك، وألف شكر إليك عزيزي المتابع. ثامنا، لدينا لعبة The Conjuring House، وهي لعبة بقاء ورعب نفسي من تطوير فريق عربي مغربي يدعى Rim Games. صراحة اللعبة جميلة جدا من حيث الجرافيكس والأداء، حيث أنها مطورة عن طريق المحرك الشهير Unreal Engine 4، مما أعطاها طابع ممتاز جدا. أما أحداث القصة، تدور في إنجلترا في بداية القرن العشرين، وتتمحور حول منزل مهجور تحوم حوله الأساطير والقصص المرعبة، نظرا لاختفاء أو وفاة كل من قاموا بشرائه في ظروف جد غامضة. تلك الأحداث أدت إلى تناسل الروايات والأقاويل في مختلف أرجاء البلاد، وصار المنزل الذي لقب بعدة ألقاب منها بيت الشيطان أو المنزل الملعون مصدر قلق ورعب لسكان المدينة، مما اضطر عمدة المدينة للاستجاد بأخصائيين في المجال لمحاولة فهم أسباب هذه الظاهرة الغريبة والقضاء عليها. فمن خلال هذه الظاهرة الغريبة، شخصيتك راح تقوم بلعب دور صحفي من العاصمة تم تكلفته بتغطية عمل فريق الأخصائيين، وتبدأ أحداث قصتنا عندما تصل إلى المنزل وتكتشف اختفاء فريق الأخصائيين. صراحة اللعبة جميلة جدا وتستحق أن تكون في هذه اللائحة. راح تصدر في عام 2017 على أجهزة البي سي، وراح تصدر لاحقا على أجهزة البلاي ستيشن 4. سابعا، لدينا لعبة Friday the 13th، وهي لعبة الرعب الشهيرة المقتبسة من الفيلم الشهير Friday the 13th، وهي عبارة عن لعبة بقاء ورعب ذات منظور الشخص الثالث، تمكنك من أخذ شخصية القاتل الشهير جيسون، والذي يملك عدة مهارات نذكر منها التسلل والقدرة على تتبع الأشخاص وإخافتهم والقتل طبعا، ويمكنك كذلك اللعب بمجموعة من المراهقين والهرب من هذا الوحش، وكل شخصية لها مهاراتها ونقاط ضعفها. واللعبة جميلة جدا من حيث الجيم بلاي والجرافيكس، حيث أنها تم صدورها في 26 من ماي 2017 على كل من أجهزة البي سي، الإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. سادسا، لدينا لعبة تير جو، وهي لعبة رعب وبقاء عربية وجزائرية الأصل، حيث أنها مطورة من طرف شاب جزائري مبدع يدعى بو زكريا. صراحة اللعبة تستحق أن تكون من ضمن لائحة أفضل الألعاب المرعبة لعام 2017. فأحداث اللعبة هي أنك تستيقظ فجأة في مكان مجهول وفي سنة 2027، وترى أن جسمك مملوء بالوشوم المجهولة، وتبدأ بسماع أصوات من السماء، فكل ما عليك فعله هو محاولة البقاء، وذلك من خلال عدم الثقة في أي شيء، لأن حتى الظلال يمكنها قتلك في ثوانٍ. صراحة اللعبة جميلة جدا من حيث الجرافيكس والأداء، راح تصدر في هذا العام إن شاء الله على كل من أجهزة البي سي، الماك واللينكس. خامسا، لدينا لعبة هيلو نيبور، وهي لعبة جديدة كليا وحصرية على أجهزة البي سي، وهي لعبة رعب وتسلل، حيث مهمتك هي التسلل إلى بيت جارك لمعرفة ماذا يخبئ في ذلك المنزل اللعين. صحيح أن اللعبة تبدو كرتونية في الشكل، ولكن طابعها وأداؤها وقصتها راح تنسيك تماما الجرافيكس، لأنها لعبة جيدة جدا وراح تصدر في هذا العام إن شاء الله، وإذا حبيت تجربها فالبيتا الخاصة باللعبة موجودة في موقع ستيم. رابعا، لدينا لعبة أليسون رود، وهي لعبة رعب وبقاء ذات منظور الشخص الأول، والتي كانت من المفروض أن تصدر عام 2016 ولكن تم إلغاؤها لأسباب عدة، أحدها اتهامها بأنها مقلدة من طرف لعبة Silent Hill PT، ولكن اللعبة عادت من جديد وبقوة، ومن المتوقع صدورها في 2017 على كل من أجهزة البي سي واللينكس والماك أو إس.
ثالثا Outlast 2 وهي لعبة الرعب الشهيرة ذات منظور الشخص الأول والتي صدرت في 26 من أبريل عام 2017 على كل من أجهزة البي سي الأكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. قصة اللعبة هي أنك تتخذ دور شخصية بليك لانجرمان الذي يعمل كمصور صحفي هو وزوجته لين، وأراد هو وزوجته الذهاب للتحقيق في مقتل امرأة حامل تدعى جين. فقد هو وزوجته طائرة وفي طريقهم حدث عطل بالطائرة فسقطت في صحراء أريزونا، وعندما سيفيق بليك لن يجد زوجته وسوف يبدأ في البحث عنها وهو لا يملك أي شيء غير الكاميرا الخاصة به، وسوف يعرف أنه سقط في مكان يوجد به ناس يعبدون الشيطان الذين سوف يأخذون زوجته. ويجب على بليك أن يذهب وراء لين وأن ينجو من هؤلاء الأشخاص. اللعبة جيدة جدا من حيث الأداء والجرافيكس والقصة خرافية، أنصحكم بتجربتها. في المرتبة الثانية لدينا لعبة Resident Evil 7 أحد أشهر ألعاب الرعب والزومبي في العالم، وهذا الجزء يعد من أفضل الأجزاء في ناحية الرعب لأنه لأول مرة اللعبة انتقلت من Third Person إلى First Person لتعطي للاعب الاستكشاف الحقيقي والواقعي. أما أحداث قصة هذه اللعبة هي أنك تتخذ دور شخصية إيثان وينترز والذي بدوره يستلم رسالة من زوجته مية التي كانت تعمل في مهمة تخص حضانة الأطفال والتي اختفت تماما قبل 3 سنوات، فيهرع مسرعا إليها وهو لا يصدق أنها لا زالت حية، وتتملكه الشكوك في كون هذا الأمر غير حقيقي أو مقلب دبره له أحدهم، ليصل في نهاية الأمر إلى المكان المنجود ليجد أنه منزل مهجور في مكان مهجور أيضا. صح اللعبة جميلة جدا من حيث الجيم بلاي والأداء والقصة جيدة جدا حيث أنها تعطيك الرعب الحقيقي للعبة. في المرتبة الأولى لدينا لعبة The Evil Within 2 وهي لعبة الرعب المنتظرة والتي من المتوقع صدورها في 13 من أكتوبر 2017 على كل من أجهزة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. تدور أحداث هذه اللعبة حول اتخاذك لشخصية سيباستيان بطل الجزء الأول، وتقوم بالبحث عن ابنته ليلي المخطوفة. راح تدخل إلى عالم غريب جدا مليء بالرعب والمغامرات. كل هذه المشاكل سببتها منظمة الظلال والتي كانت السبب الرئيسي في اختطاف ابنة سيباستيان مما جعله يجن من عقله. صراحة فكرة اللعبة جميلة جدا ومتوقع أن تكون منافسة لResident Evil 7 وOutlast 2. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى من كل قلبي أن ينال إعجابكم، وللمزيد من الفيديوهات الأخرى لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وكذلك نشر هذا المقطع تقديرا لنا لتقديم الأفضل إن شاء الله. كان معكم عصام من قناة ديزي كوميونيتي، نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، في أمان الله. جواب الحلقة السابقة: أول سيارة حقيقية تم صنعها في التاريخ هي ذات محرك بخاري صنعت في عام 1769 على يد مخترع فرنسي يدعى نيكولا جوزيف كونيو، وصنعت هذه السيارة في فرنسا وبالضبط في أرسنال باريس، وكانت سيارة ثلاثية العجلات تعمل بشكل ذاتي دون مساعدة خارجية حيث أنها صنعت لاستخدامات الجيش الفرنسي. وشكرا على كل من أجاب عن هذا السؤال. أما سؤال هذه الحلقة: من هو الشخص الذي كان يكره اليهود كرها شديدا وقد أحرق 6 ملايين جثة في ظل الحرب العالمية الثانية، كما أنه كان أحد القادة الذي يهابه الجميع في الحرب العالمية الثانية؟ إذن أعزائي المشاهدين كان هذا سؤال هذه الحلقة، فشاركونا آراءكم في مكان التعليقات.